السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في قناه فود كورت. النهارده يوم جديد، وصفه جديده، والنهارده هنعمل كده نوع من انواع الحلويات سريعه كده وثلاث مكونات بس، ونطلع احلى باونتي. والنهارده ان شاء الله هنعمل كمان الباونتي باحجام تكون صغيره شويه، يعني ميني باونتي بالثلاث المكونات اللي احنا شايفينهم دول. طيب انا استخدمت النهارده ايه بالظبط؟ انا استخدمت كوبايتين من جوز الهند المبشور، واستخدمت نص كوبايه من الحليب المكثف المحلى، وعندي هنا شوكولاته خام او شوكولاته بالحليب زي ما انت تحبي. طبعا ملهاش مقدار معين، يعني هنسيحها وهنبدا نستخدم نغطي الباونتي من الخارج. دي الثلاث مكونات، هنبدا على طول ندخل على الخطوات باذن الله. هنبدا دلوقتي نضيف الحليب المكثف على الجوز الهند بالتدريج، ولو احتاجنا اكتر من نص كوبايه، يعني هنشوف بس كده واحنا بنعجنها، لو احتاجنا نضيف اكتر هنضيف، بس احنا بدايه هنبتدي بنص كوبايه من الحليب المكثف. نبدا بقى نضيفها بالتدريج. نبدا بقى نعجن بايدينا كده. هي محتاجه بس نضيف كمان، ممكن نضيف معلقه او معلقتين حليب مكثف. نبدا نعجن لحد ما تكون بتكون كده قطعه متماسكه ما بتفكش من بعضها. نبدا دلوقتي ندخل على الخطوه اللي بعدها. دلوقتي طريقه التشكيل، طبعا هتبقى فيه كذا طريقه للتشكيل، لاما لو احنا عايزين نعمل الباونتي الاحجام او البار الكبيره، طبعا هنبدا نفرد العجينه اللي احنا عملناها دلوقتي اللي هي الجوز الهند دي في صينيه طبعا مغلفه بورق زبده، وبعد كده نبدا نخليها تتماسك في الثلاجه شويه، وبعد كده نبدا نقطعها القطع الكبيره. انا النهارده هعمل فكره مختلفه شويه. طبعا كلنا عارفين اللي هو بتاع القوالب التلج اللي احنا بنحطه في الفريزر ده، انا قلت ممكن نعمل بيه نستغله ان احنا نعمل ميني باونتي. يعني هبدا دلوقتي احط جوز الهند دي في المكعبات دي نفسها، ونبدا نحطها في الفريزر شويه تتماسك، وبعد كده تبقى بسهوله ان شاء الله تطلع من القالب ده، وبعد كده نغلفها بالشوكولاته. فنبدا دلوقتي نضيف في كل فتحه من الفتحات بتاعه المكعبات دي جزء من جوز الهند، ونضغطه كويس، وبعد كده نبدا نخليها تتماسك في الفريزر. نبدا ناخد زي كور صغيره او قطع صغيره بس على قد ما نقدر تكون متساويه، ونبدا نفردها في المكعبات. كده خلاص الكميه اللي عملناها النهارده، يعني كوبايتين جوز الهند المبشور، عملت لنا القالب ده كله، يعني في حدود 18 مكعب من الميني باونتي. نبدا بقى نسقعها شويه في الفريزر، وبعد كده نرجع نغلفها بالشوكولاته. كده خلاص مكعبات الميني باونتي دلوقتي يعني فكناها من القالب بتاعها. طبعا النصيحه لكم كمان ان القالب يا ريت تكونوا دهنينه اي يعني من الداخل كده اي حاجه دهنيه، عشان يسهل بس وانتوا بتخرجوا القوالب دي او المكعبات، او لو انتوا عندكم قوالب اللي هي السيليكون طبعا هتبقى اسهل جدا. فنبدا بقى دلوقتي ناخد كل قطعه كده او قالب يعني ميني باونتي، ونبدا نغمسها. دي شوكولاته سايحه، انا سيحتها في الميكروويف او ممكن على حمام مائي على البوتاجاز، بس حراره هاديه خالص عشان بس ما تتحرقش الشوكولاته، شوكولاته بدون اي اضافات. هنبدا دلوقتي بقى ناخد اول مكعب. خلاص كده غلفنا كل المكعبات بالشوكولاته. لو ملاحظين ان في جزء خلاص، يعني الشوكولاته مجرد ما بس بنغلفها بتبدا تتماسك، بس احنا مش عايزين كده كمان، احنا هنحطها في الثلاجه شويه بس تتماسك اكتر، يعني تسقع، عشان لو في اي زيادات من الشوكولاته نبدا نشيلها بايدينا. فدلوقتي هشيلها في الثلاجه، وبعد كده نرجع نشوف شكلها النهائي. كده الشكل النهائي للميني باونتي. يا رب بقى الوصفه النهارده تكون ان شاء الله عجبتكم، ويا ريت تجربوها وتقولي لي رايكم في الكومنتات. انا ببقى مبسوطه جدا لما بلاقي اي كومنت منكم، يعني يساعدني ان انتوا بتشوفوا الوصفات، والاحسن بقى كمان ان انتوا تجربوها وتقولوا لي هل هي ناجحه معاكم ولا لا. فما تنسونيش بقى ان شاء الله كمان بلايك وشير وسبسكرايب، وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. وبالف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين.